20 من شهر نوفمبر سنة 2021 للميلاد تحت شعار تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية. وبعد إلقاء الكلمات والعروض لرؤساء اللجان الأربع وتفاعل أعضاء الجمعية العامة خلال أشغال اللجان، وبعد عرض ما خلصت إليه في تقاريرها ومناقشتها من طرف الجمع العام، خرج المشاركون في أشغال هذه الجمعية بالتوصيات التالية: أولاً، دعم كافة الخيارات والسياسات العامة التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية تحت الرعاية السامية لمولانا صاحب الجلالة نصره الله. ثانيا، تسطير برنامج نضالي تصاعدي إلى حين تحقيق المطالب المرفوعة من طرف الهيئة الوطنية للعدل. ثالثا، مطالبة الهيئة الوطنية للعدول الحكومة بالتعجيل لتعديل قانون المهنة بما يتناغم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد. رابعا، ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة العدل لممارسة مهنة التوثيق العدلي وضمان شروط عملها واقعيا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. خامسا، إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي من خلال التأكيد على جعل ولوج المهنة يشترط فيه شهادة الماستر تخصص الشريعة والقانون الخاص للعدول برقية ولاء وإخلاص. مولانا أمير المؤمنين وسبط النبي الأمين، إن رئيس الجمعية العامة للهيئة الوطنية لعدول المملكة المغربية الشريفة المجتمعين بمدينة مراكش في جمعهم العام الاستثنائي يومي الجمعة والسبت 13 و14 ربيع الثاني عام 1443 هجرية الموافق ل19 و20 نوفمبر 2021 ميلادية، يغتنمون هذه المناسبة الكريمة لرفع آيات الولاء وفروض الطاعة لمولانا أمير المؤمنين وسبط النبي الأمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولانا أمير المؤمنين، إن عدول المملكة الشريفة يعتزون برعاية الملكية السامية لمهنة العدالة التي تعتبر جزءاً من الهوية الوطنية والذاكرة الوطنية، وحظيت بشرف توثيق البيعة الشرعية الرابطة بين ملوك الدولة العلوية الشريفة ورعاياهم الأوفياء، وفي حفظ أعراض وحقوق المواطنين المغاربة على مر العصور. مولانا أمير المؤمنين، إن عدول المملكة يؤكدون وقوفهم الدائم وراء ملكهم الهمام في كل توجهاته السديدة وسياساته الرشيدة، ويعبرون عن تجندهم الدائم لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين بما حفظ به السبع المتاني والذكر الحكيم، وحقق الله على يديه الشريفتين للشعب المغربي ما يصبو إليه من عز ومجد ورخاء واستقرار. وإن عدول المملكة العلوية الشريفة متمسكون وبكل فخر واعتزاز بشعارهم الدائم: الله، الوطن، الملك. الله يبارك في عمر سيدي. إمضاء خادم أعتاب الشريفة
رئيس الهيئة الوطنية للعدول الأستاذ محمد ساسيوي، وحرر بمدينة مراكش بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1343 هجرية الموافق ل 20 نوفمبر 2021 ميلادية. القانون الخاص. سادسا، تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوفيق. سابعا، تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات المغربية بالخارج في صلب القانون المنظم للمهنة. ثامنا، تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الإلكترونية من خلال تبني العقد الرسمي الإلكتروني. تاسعا، إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة لما يحقق التوازن بين الأجهزة وضبط العلاقات بينهما بما يحقق المقاربة التشاركية في التدبير وتسيير أجهزة الهيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.